تفضل استاذ. كنت عم راجع جرد التقارير الشهرية، حسيت في شيء مو صح. في حركة سحب من عدة حسابات لزبائن مهمين عنا. مزبوط، بس هدول الزبائن تقريبا بشكل يومي بيسحبوا مصاري لتجارتهم واشغالهم. التحويل صار لحساب شخص واحد نبال، في عملية مو ظابطة. اها صح، خليني اشتغل لك على الموضوع واتصل مع الزبائن واتأكد منهم اذا صحيح التحويلات ام لا. ماشي، اتركي لي كل شيء من ايدك واهتمي لي بالموضوع. تكرم عينك استاذ، بس معلش نأجلها لبكره، بتعرف الدوام باخره وهذا الموضوع بده وقت. معك لبكره الساعه 12 بالكثير، بدي معلومات تكون كامله ودقيقه وتكوني حاكي مع الزباين كلهم ومتاكده. حاضر استاذ. اصلا انا بدي اروح ريح شوي قبل ما يرجع الاولاد وامهم مزرعه بيت ستهم، حاكم بس يرجعوا بيحرموني نام ساعه. الله يخلي لك ياهم. تسلمي يا نبال، عقبال ما نفرح فيكي ان شاء الله. الو هند، الحقيني، مديري حاس علي انه عم بسحب من حسابات الزباين. شو بيعرفني؟ المهم حس، بس كان حظنا حلو انه باخر الدوام واجلته لبكره. هند دبريني هلا، اذا نكشوا شوي بالقصه بيوصلوا لعندي. شو بيعرفني وين راح؟ على الاغلب عبيته. يلا جاي، باي باي. ايه هند، شوفي ولك هند حاجة تبرري، ما بدي اسمع ولا كلمة تضربي منك إلها. بتتصلي بمعلمتك فورا بقلي لها تلاقي لي حل، المهم ما يصلوا لكميل. مدير البنك ما بدي يطلع لي الضوء، فهمتوا؟ عم قلك أنا ما غلطت بشي، ليش ما عم تصدقوني؟ إذا اكتشفوا إنه التحويلات اللي عملتيها راحت لاسم كميل، بتكشفي تالا وبتكشفي حالك والحبل على الجرار، عم تستوعبي؟ يا ربي شو أعمل هلا؟ هلا بدك ما تنوحي، عادي فكري شلون بدك تلفي القصة وتغطي الموضوع، فهمتي؟ فكرت ما في، الزبائن رح تقول إنه هي ما طلبت تحويل، وأنا ما عندي أي إثبات أو فورم حوالي غطي حالي فيها. هلا أدهم وين بيكون؟ لشو هذا السؤال؟ عم قلك أدهم وين بيكون؟ قال لي راح على البيت ينام شوي قبل ما يجوا الأولاد. ليش وينهم هلا؟ عند ستهم بالمزرعة. ما قال قدامك إمتى بدهم يجوا؟ ما بعرف، يمكن للمسا ليجوا. بعدين ليش عم تسأليني كمان هذا السؤال؟